هناك أيضا محور آخر يقول فيه سبحانه وتعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. ففي هذه الآية الكسف القطعة، قطعة من السماء تسقط عليهم، وهذا لا يكون إلا إذا سقط ما يسمى بالنيزك، لأن له جرم وهو مدمر، إذا لامس الأرض انفجر وصنع دمارا كبيرا. فهذا الكسف الذي هو جرم، جرم يعني صخرة ساقطة من السماء، يوهمون أنفسهم بغير الحقيقة، وكأن الله سبحانه وتعالى هنا يأمرنا بالحقيقة ويأمرنا بأن نفهم كل شيء على حقيقته وليس من غير حقيقته. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، سيأتي لنا بالخير دون العذاب ودون المبالاة بهذا التحذير. يقول أيضا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ما على الرسول إلا البلاغ، وسبح بحمد ربك حين تقوم. هذه المحاور تعين الإنسان على مواجهة الحياة.